لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة من برنامج جواب جريء للرد على رشيد ووحيد، لكن للأسف وحيد ما طلعش في الحلقات أو في الحلقة اللي احنا هنرد عليها النهاردة دي، فهنرد على رشيد والضيف اللي كان جايبه معاه في البرنامج بتاعه اللي كان بيحاول فيه أو اللي عمل 3 حلقات فيه عن الرد، العنوان الرد على شبهة تشابه المسيحية بالوثنية أو الرد على شبهة اقتباس المسيحية من الأديان الوثنية. احنا النهاردة هنتكلم كالعادة، يعني هنرد على الكلام اللي قاله رشيد في هذه الحلقات أو في الحلقات دي، إن شاء الله هرد عليه وربنا ييسر ونقدم لكم مادة كويسة، ونتمنى ان احنا نسمع منه رد لو عنده رد على كلامنا، ولو عنده رد على الحقائق اللي احنا نقولها النهاردة دي. هو اتهمنا احنا بتدليس او بالتدليس، واتهمنا ان احنا بننقل اقوال وخلاص للطعن في المسيحية. معنى كده ان الكلام اللي احنا بنقوله ده بيطعن في المسيحية او في ايمان رشيد اللي هو مؤمن بيه. هنسمع التسجيل ده ونرجع لكم تاني. هي مواضيع مهمة جدا للرد على الشبهات، ولو تصفح أي شخص الانترنت لوجد أن الكثير من الملحدين والمسلمين يستخدمون هذه الورقة، أي ورقة أن المسيحية اقتبست العقائد من الديانات الوثنية، يستخدمونها لمحاولة الطعن والنيل من المسيحية. ونحن كمسيحيين ينبغي أن نكون مستعدين لمجاوزة. زي ما سمعنا كلام رشيد ان تشابه المسيحية بالوثنية ده يعتبر طعن في ايمانه، احنا هنتغاضى عن الكلام ده. لكن اللي يهمني في الاول ان احنا عايزين قبل ما نرد على الكلام اللي هو قاله، وقبل ما نوضح فشل او الفشل الزريع اللي فشله في ال3 حلقات دول، والتدليس الخطير اللي حصل في الحلقات دي اللي على طول بيتهم المسلمين بالتدليس، لكن في الحقيقة ان هو اللي اصبح مدلس. عايزين نقرأ قصة جميلة في الكتاب المقدس بتوضح لنا حاجات كتيرة جدا، منها يعني مش هقول قبلها، نخلي المعطيات او النتيجة بتاعت النصوص دي لكل واحد مشاهد، انا مش هقولها. طيب احنا هنقرأ قصة في سفر أعمال الرسل عن برنابا وبولس، دول رسولين يعني موجودين في الكتاب المقدس، في الإصحاح 14، سفر أعمال الرسل إصحاح 14 من أول عدد 8. وكان يجلس لستر رجل عاجز الرجلين من بطن أمه ولم يمشي قط، يعني الرجل عاجز قاعد وعمره مشي خالص. فكان الشخص العاجز ده سمع بولس إن هو كان بيتكلم، وبولس شاف ان هو ممكن يعني يبقى عنده ايمان، فقال له بصوت عظيم قوم، فمشي على رجليه الراجل. طبعا انا بحكيها بس ايه كده يعني. فالناس اللي كانوا حواليه لما شافوا الموقف ده فرفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين الاشخاص دول ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا، ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. مش هقول تجسد، مش هقول زي يسوع، مش هقول حاجة. ونزلوا الينا فكانوا يدعون برنابا زيفس، يعني قالوا على برنابا ده زيفس، وبولس هيرمس، كانوا يعني متقدم في الكلام كده. فاتى كاهن زيفس، طبعا هم كل ده بولس وبرنابا مش فاهمين لان هم بيتكلموا بلغة غريبة عنهم، معرفش بقى موضوع التكلم بالالسنة والرب وعطيت رب ما علينا. فأتى كاهن زفس الذي قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وقفوا الجموع ووقفوا قدام برنابا وبولس عشان يقدموا ليهم الحاجات اللي جابوها يعني. فلما حسوا بولس وبرنابا وعرفوا الكلام ده اندفع، راحوا ليهم صارخين بصوت عالي، يعني بيتكلموا بصوت، قائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، يعني أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا بتقدموا لنا إحنا القرابين والحاجات دي؟ لا، إحنا بشر زيكم،
يعني البشر عكس الإله، يعني هم بيقولوا انتم آلهة، راح بولس رد وقال لهم لا احنا بشر، يعني ده ضد ده. ماشي. نبشركم ان ترجعوا عن او من هذه الاباطيل، يعني اللي عليه تقديم وفكرة ان الآلهة تمثلوا في بشر ونزلوا مع الناس، دي اباطيل. ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. مش خلق به السماء والارض، لا، دون بيدعوا لله، الله اللي خلق، مش اللي اتخلق بيه، اللي خلق، يعني الله الاب. طيب، القوم استدرس يعقوب مالطي في أعمال الرسل، في تفسير أعمال الرسل الجزء الثاني صفحة 611: كان في القديم فكرة سائدة بين الوثنيين أن الآلهة اعتادوا افتقاد البشر في شكل بشري، يعني الآلهة بينزلوا في شكل بشري بيتجسدوا. وجد اعتقاد راسخ بين هؤلاء الناس بأن زيفس جوبتر وهرمس ظهر مرة، وبعد كده كمل قصة أن هم ظهروا الناس. يعني الأب متى المسكين أيضا بيقول كلام خطير جدا، وأنا عايز الجميع يركز فيه، وأتمنى الأستاذ رشيد أو الأخ رشيد زي ما بيسموه يركز في الكلام ده ويحاول يرد على الأب متى المسكين. بيقول في شرح أعمال الرسل دار القديس أنبا مكار صفحة 619: نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. المعنى الحقيقي هنا مخفي، فكانت هذه الآية ينبغي أن تبرز المعنى الضمني، وهو نحن بشر ولسنا آلهة. إحنا بشر ولسنا آلهة، ولسنا آلهة. يبقى إذن البشر والآلهة ضد بعض، بيقولوا لهم انتوا آلهة، قالوا لهم احنا بشر، ده حسب النص الصريح وحسب كلام الأب متى المسكين. ما علينا. الأمر الذي جعلهم يمزقون ثيابهم إذ حسبوهم آلهة، وهذا يلمحه القارئ اللبيب في قوله نحن بشر مثلكم، أي نحن لسنا آلهة يذبح لنا. وبعد كده بيقول كلام خطير جدا. هنا كرازة القديس بولس، يعني هنا تبشير أو دعوة القديس بولس إلى الأمم التي لم تعرف شيئا عن العبادة اليهودية والإله الواحد الحي، جعله يركز على المعرفة اللاهوتية الخاصة بالعهد القديم. يعني العهد القديم بيدعو لعبادة الله الحي خالق السماء والأرض والبحر، مش الإله اللي خلق به، ماشي، فقط. ولم يتطرق إلى البشارة بالمسيح والإنجيل اللي هو حسب إيمان المسيحيين الآن، أو حسب إيمان رشيد ومن يتبعه، اللي هو التثليث. فبولس كان بيبشر حسب النص اللي أمامنا وحسب تفسيره فقط للإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر، مفيش ثالوث ولا الكلام ده طبعا. طيب، في النص 15 أنا عايز بس أركز في كلمة نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. في تفسير، أو قبل ما ندخل في التفسير، تحت آلام مثلكم هنشوف تفسيرها ويفكرنا بالعهد القديم الأول. تحت آلام مثلكم مع التفسير اللي احنا هنقوله دلوقتي هيرجعنا للمزمور 82:6 اللي موجود في الكتاب المقدس اللي بيؤمن به النصارى واليهود. النص بيقول ايه؟ انا قلت انكم آلهة لهم القضاء وبنوا العلي كلكم، ولكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. يبقى اذا ان هم آلهة، نعم كلفظ، لكن زي الناس بيموتوا، يعني اللي يموت ما يبقاش إله، وكأحد الرؤساء تسقطون. طيب، هنشوف بقى التفسير للنص بتاع أعمال الرسل 14:15: نحن أيضا بشر مثلكم. طيب، تفسيره إيه؟ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل الدكتور ويليام إيديس الجزء الرابع صفحة 192 بيقول: لماذا تفعلون هذا؟ أي لا تفعلوا، اللي هو لما قدموا يعني الحاجات اللي قدموا، فإنه محرم. نحن أيضا بشر، أي لسنا آلهة كما توهمتم، تحت آلام مثلكم، أي يعني معناها، يعني بيفسرها: لا فرق بيننا وبينكم في أننا عرضة، ركزوا، في أننا عرضة للجوع والعطش والوجع والمرض والموت. ويسوع جاع، ويسوع مات على الصليب، وكل الكلام دي، كل الكلام ده في معناها تحت آلام مثلكم، يعني يسوع تحت آلام زي بولس وبرنابة،
لو بولس وبرنابا شافوا ناس بيعبدوا يسوع هيقولوا لهم ايه؟ لا، انا بولس وبرنابا ويسوع تحت آلام مثلكم، لان احنا بيحصل لنا نفس اللي بيحصل للبشر، فما ينفعش نبقى له. مما علم ان الاله منزه عنه، منزه عن الجوع والموت، ده اللي بيؤمن بيه رشيد. ماشي. والنتيجة اننا غير مستحقين للعبادة، يعني يسوع غير مستحق للعبادة لانه تحت آلام زي بولس، لانه جاع كثيرا واشتهى ان يأكل ومات على الصليب. طيب، الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد دي عاملها مجموعة من الآباء الكهنة، على فكرة للعلم ان هي تبع كنيسة ماري مرقس اللي في مصر الجديدة اللي كان فيها القمص زكريا بطرس. شرح لكل آية الجزء الثالث في تفسير سفر اعمال الرسل وسفر رسالة بولس الى اهل روميا، يعني صفحة 142 بيقول: تحت آلام مثلكم معرضين للجوع والعطش والمرض، وبالتالي لسنا آلهة، لأن الآلهة لا تتعرض لمتاعب البشر كما يعتقد الوثنيون. يعني اللي بيعتقد أن الإله بيجوع يبقى وثني. ازيك يا أستاذ رشيد، يا رب تكون بخير. احنا اللي فات ده كله وضحنا بعض النقاط سريعا، عايزين نركز في شيء معين اتمنى ان هو يلفت انظار الجميع، ان بولس في دعوته دي كان بينادي بالاله الحي باذن ما فيش ثالوث. طيب، نجيب مرجع على الكلام ده في موسوعة الكتاب المقدس دار من الحياة في صفحة 95. الثالوث في انها تحت عنوان الثالوث، يعني مع أن هذه اللفظة غير مستعملة في الكتاب المقدس، إنما تشير إليه يشهد له الكتاب كله، فالله هو الآب والابن والروح القدس. نفهم من إيه السطرين اللي احنا قرأناهم وهنكمل طبعا إن الثالوث مش موجود في الكتاب المقدس. طيب، غير مستعملة في الكتاب المقدس، إنما تشير إليه يشهد له الكتاب كله. اللي بيشير لكلمة الثالوث بيشهد له، مش بيشهد بيه، يشهد له يعني ممكن يقولوا حسب الكلام تلميح، انما يشهد به يعني تصريح، مفيش تصريح. ماشي. فالله هو الاب والابن والروح القدس، وهذا تعليم المسيح والعهد الجديد كله، والمسيحيون يعمدون باسم الاب والابن والروح القدس. طبعا ما فيش دليل، يعني حتى التعميد النص الوارد في متى 28:19 اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدون باسم الاب والابن والروح القدس، ده مش دليل على ان الله هو الاب والابن والروح القدس. واتحدى رشيد وزكريا بطرس ومرقس عزيز وكل من يتهجم على الاسلام وكل من يهاجم الاسلام، اتحداه ياتي بنص في الكتاب المقدس من اول سفر التكوين الى سفر الرؤيا يقول الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. لا يوجد على الاطلاق، مفيش تصريح ولا تلميح كمان. ماشي، ما علينا. المسيحيون يعمدون باسم الاب والابن والروح القدس. اعلن العهد القديم ان الله واحد، وهذه عقيده ثابته لا يمكن ان يقودها احد او شيء. كلام جميل جدا، ان العهد القديم الله واحد والعهد الجديد برضو الله واحد، مفيش الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ونتحدى في قناة المخلص ان يأتي شخص بنص واحد في الكتاب المقدس بين دفتيه من التكوين الى الرؤية يقول النص الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. طيب، رشيد كان بيقول كلام مهم، كان بيقول ان احنا نتكلم عن الاشخاص او اشخاص الديانات الوثنية، لكن في الحقيقة هو لم يتكلم الا عن ثلاث اشخاص بس. انا مش عارف ليه ما كملش الباقي، مش عارفين. نسمعه هو بيقول الكلام ده ونرجع لكم تاني. هذه الحلقة مهمة من البرنامج لان هي الجزء الثالث من سلسلة مناقشتنا لشبهة ان المسيحية ملهاش عقائد اصلية، إنما استعارت عقائدها من الديانة الوثنية أو الديانات الوثنية. ناقشنا شبهة التشابه بين كريشنا والمسيح وتبخرت الشبهة.
رأينا شبهة التشابه بين بوذا والمسيح وتبخرت الشبهة أيضا، واليوم سنرى شبهة التشابه بين مترا والمسيح. سمعنا كلامه. طبعا احنا هنتكلم النهاردة عن شيء محدد بالضبط، هنتكلم عن الثالوث في الديانة المصرية القديمة. ده لب كلامنا في الجزء الثاني اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. يعني احنا اتكلمنا عن بعض الامور فاتت، خلاص هنتكلم دلوقتي عن الثالوث في الديانة المصرية القديمة. إيزيس وأوزوريس وحورس اللي تجنبهم رشيد على الإطلاق ولم يتحدث عنه. أنا مش عارف ليه، مع إن إحنا عايشين في مصر المفروض كان يتناول هذا الأمر، وبعد البرنامج بتاعه بيكتبه بتوقيت مصر وتوقيت جرينتش، يعني المفروض إن هو مهتم بأهل مصر. طب ليه ما تكلمش عن ديانة مصر القديمة اللي الأقباط كانوا مؤمنين بيها؟ مش عارفين. طيب تسجيل للقمص اللي بيظهر معاه في قناة الحياة، ولا أدري لماذا لم يسمعوا من قبل يقول هذا الكلام. هل تغاضى عنه؟ هل سمعه وقال مش هتكلم عنه؟ مش عارفين. نسمع التسجيل بتاع القمص زكريا بطرس وهو بيؤكد ان الثالوث كان موجود قبل المسيحية. الثالوث كان موجود قبل المسيحية. نسمع التسجيل ده ونرجع لكم تاني، واعتقد ان هو اهداء جميل ليك يا رشيد. يا اخ رشيد نسمع. بنتكلم في الحاجات دي بنقول ان الثالوث موجود، موجود في اديان وثنية غلط، فكرته غلط، زي مثلا الثالوث المصري اللي هو ايزيس واوزوريس وحورس، ده ايمان في الثالوث، بس ايمان غلط، ثالوث غلط، مش ده اللي احنا بنقصده. وهو ده اللي ذكر في القرآن ولا اللي ذكر في القرآن غير ده؟ لا غير ده. سمعنا القمص زكريا بطرس، استاذك يا استاذ رشيد وسيدك اللي معلمك، اتمنى ان انت ترجع لي يعني تقول له غير الكلام ده افضل عشان بس المسلمين ما ياخدوش علينا. طيب نرجع بقى لكتب مسيحية بتؤكد وجود الثالوث في الاديان قبل الاسلام، قبل المسيحية، اعتذر، قبل المسيحية. وليا سؤال اخير او ليا سؤال بعدها اتمنى اني اسمع الاجابة عليه. في موسوعة اباء الكنيسة، وهي موسوعة ثلاث أجزاء بتتباع في دار الثقافة، الجزء الثاني صفحة 22، إعداد الأستاذ عادل فرج عبد المسيح، اللجنة الاستشارية المطران يوحنا إبراهيم، الدكتور القس مكرم نجيب، القس أندري زكي، والأب منصور مستريح. هي طبعا مش مكتوبة قدامي يعني بالتشكيل، فمش عارف مستريح أو مستريح، المهم إن في راحة يعني. فبيقول في صفحة 22: تعددت الآلهة في ربوع مصر القديمة وانتشرت وعرفة مصر التشيع المقدس كما يقول بريستد، وشاهد هذا التشيع ممثلا بشكل من الأشكال في كل معبد من المعابد المصرية. ونحط الكلام اللي أنا أقوله ده ونحط تحتيه 2000 سطر. فقد انتشرت فكرة التثليث بين المعبودات على توالي الزمن، وأصبح لكل مكان بالقطر ثالوث مقدس. يبقى إذن الثالوث كان موجود قبل المسيحية. القمص مينا جاد جيرجس في الكتاب الجميل بتاعه، وإن كان بيهاجم فيه الإسلام لكن ما علينا. القمص طبعا مينا جاد جيرجس كاهن بمدينة إسنا في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، يعني مصر. الكتاب صادر عن مكتبة المحبة، وهقرأ من أول صفحة 134 لصفحة 136، يعني تقريبا صفحتين، لأن هو في صفحة 134 واخد سطر. المهم يعني التعليقات سريعة كده ونشوف هو بيقول ايه. بيقول الاتي: وقد ورد في هذا الكتاب المشار اليه فوق، يعني عن ديانة قدماء المصريين، وما ساعد على انتشار المسيحية في البلاد المصرية وجود الشبه في كثير من مبادئ المصرية والتعاليم التي نشرها السيد المسيح. وانا اقول للقمص ان السيد المسيح بريء، او سيدنا المسيح بريء من هذه التعاليم اللي احنا نقرأها دلوقتي. المهم وبعد كده بيقول: وكانوا يعتقدون بأن إلها يتجسد ويعيش على الأرض في شكل إنسان، والاعتقاد بالدينونة وقيامة أوزوريس يرجع إلى عهد أول أسرة مصرية، وتوجد في الكتابات المصرية القديمة. مسألة أن إله يتجسد دي مش موجودة في الكتاب المقدس، ما علينا، مش موجودة في الكتاب المقدس، لكن موجودة في إيمان الأباء، أباء الكنيسة، اللي هم زي عندنا تابعي التابعين مثلا، يعني مع الفارق طبعا، تابعي التابعين،
الاباء دول هم اللي قالوا العقيده دي، هم اللي قرروا العقيده، كان العقيده دي مش موجوده في الكتاب المقدس. ماشي. وتوجد في الكتابات المصريه القديمه ادله كثيره على الايمان بقيامه جسد روحي ووجود سماء يعيش. وبعد كده بيقول ومجمل القول ان الخليقه تمت بكلمه الله، والله هو الكل وهو الكل في واحد وواحد في الكل، خالق الجميع، له ابن منظور معروف للناس، له ابن منظور الناس بتشوفه، الله لم يرى احد قط، الابن الوحيد الذي هو للاب الذي او الابن الوحيد الذي هو للاب خبر او هو خبر، يعني الاب ما تشافش والابن هو اللي تشاف، زي عقيدة الوثنيين الفرعنة او القدماء المصريين اللي كانوا بيعبدوا الاصنام، له ابن منظور معروف للناس، نفخ الله فوجدت الارواح وهي تدان وتموت، فالصالح منها يعيش في سلام والطالح يلقى في الظلمة. وبعد كده بيقول حتى يستطيع ان ينظر النور والحق، والذي اوجد الميلاد الثاني هو ابن الله الوحيد، الذي اوجد الميلاد الثاني هو ابن الله الوحيد، بسم الله ما شاء الله. ماشي. وكان الثالوث عندهم الذي اوجد الميلاد الثاني، انا يمكن انا عارف ان انا اسف اذا كنت فوتها سريعا، انا هقولها تاني، الذي اوجد الميلاد الثاني هو ابن الله الوحيد. ابن الله الوحيد دي مين اللي بيؤمن بيها؟ رشيد وامثاله. فين الدليل على الكلام ده؟ في نص وارد عندهم في انجيل يوحنا الاصحاح 3 العدد 16 بيقول ان يسوع هو ابن الله الوحيد، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد اللي هو يسوع. فابن الله الوحيد هنا في المسيحيه وابن الله الوحيد عند الفراعنه تشابه، تطابق مش تشابه. وكان الثالوث عندهم يتكون من اوزوريس وازيس وحورس، وهم ثلاثه في واحد، سياتي الكلام عنهم فيما بعد. عندهم ثالوث، ازيس واوزوريس وحورس، اب وابن وام، او اب وام وابن. الفكره مش في هل هم اب وابن ولا روح قدس ولا ام، لا، الفكره ان في ثالوث، في فكره الثالوث عموما، في تلات الهه وفي واحد بينزل او في اله بينزل على الارض والكلام ده، دي فكره موجوده وادينا شايفينها، فده شيء واقع ما حدش يقدر ينكره الا واحد جاحد. وقد عرف المصريين القدماء تراتيل دينيه فقد ورد في سفر الموتى اليك البعض منها. المجد لله العظيم ملك الازليه والابديه الذي استوى ابنه معه على العرش، بك تزدهي الدنيا وانت المسير لكل شيء، انت القدير ولك الكرامه يا ملك الملوك ورب الارباب. ملك الملوك ورب الارباب قراناها فين؟ مين يفتكر قراناها فين؟ تفتكر يا رشيد؟ النص الوارد في سفر الرؤيا الاصحاح 17 العدد 14، النص بيقول هؤلاء سيحاربون الخروف اللي هو الاله بتاع حضرتك، والخروف يغلبهم، اللي هو الاله بتاع حضرتك هيغلبهم، اللي هو الخروف يعني. ليه؟ لانه رب الارباب وملك الملوك. اللفظ رب الارباب وملك الملوك مكتوب هنا باللفظ ملك الملوك ورب الارباب بالترتيب، او يعني معكوسه. وامير الامم انت النور وانت الروح الشامل لجميع الاشياء. كان المصريين يعتقدون في ثالوث ازيس واوزوريس وحورس، وكانوا يعتقدون ان اوزوريس قام في اليوم الثالث، ده في كتاب الموتى حسب كلامه، المرجع هو القاموس ملناش دعوه. وتوجد صوره مصريه في قصر انس الوجود تمثل قول السيد المسيح انا القيامه والحياه، وقال ان الاب را موجود في السماء وبقيه مش عارف ايه والكلام ده المهم. وبعد كده بيقول وان الحياه في الارض تعقبها القيامه في الارض الابديه، اي السماء للروح، جميل، بدون جسد، يعني اي السماء للروح دون جسد، يعني السماء فقط روح بدون الجسد. ماشي. ويقول الاب هو انا وانا هو، كما في الانجيل انا والاب واحد، ده في انجيل يوحنا، انا في الاب والاب في، يعني حتى اللفظ حورس قاله، حتى اللفظ اهو موجود في الكتاب امامنا. وبعد كده كاتب المهم ان قدماء المصريين وصلوا الى درجه ساميه في علم الاداب، وبشر كهنتهم بوحدانيه الله وفلسفتهم بالمحبه، حتى قيل انهم عرفوا او عرفوا مبادئ المسيحيه قبل ظهورها، كانوا عارفين مبادئ المسيحيه قبل الظهور، يعني كانوا عارفين الثالوث وان الله نزل والكلام ده كله. ده ايه؟ ده المسيحيه، اسف، الوثنيه الفراعنه القدماء المصريين كانوا عارفينها، انا مش عارف يعني اذا كان المسيح نفسه ما قالش بيها،
اذا كان تلاميذ المسيح ما قالوش بيه، اذا كان الكتاب المقدس كله ما فيهوش ثالوث، امال هم جابوها منين؟ هنعرف بعدين. ماشي، بل قل معي، بصوا بقى الكلام الحلو ده يا رشيد خليك ركز، بل قل معي ان الديانه المصريه القديمه كانت ظلا للديانه المسيحيه قبل ظهورها. مين اللي بيقول الكلام ده؟ قوموس مينا جاد جرجس في كتاب كنيستي عقيده ومن صفحه 136. بل قل معي ان الديانه المصريه القديمه كانت ظلا للديانه المسيحيه، حاجه بتمهد ليهم طبعا، ده حسب تبريره يعني. طيب مش موجوده في الكتاب المقدس، لا موجوده عهد قديم ولا موجوده في العهد الجديد، ولا المسيح قالها ولا التلاميذ ولا اي حد. جميل قوي. واليهود مش مؤمنين بالتثليث اصلا، ولا المسيح نادى بيه، مش عارفين جابوا منين. محدش مؤمن بالتثليث الا الاديان الوثنيه والمسيحيه فقط لا غير. ايه رايك يا استاذ رشيد؟ اتمنى اسمع منك رد وتراجع الكلام ده ونبطل تدليس. التدليس كتر، واحنا ان شاء الله في قناه المخلص هنظهره كله. ما علينا. الدكتور عزيز سوريال في كتاب ليه اسمه كتاب تاريخ المسيحيه الشرقيه صفحه 26 بيقول: كما ان فكره الثالوث قد وجدت في نفوس المصريين قبولا كبيرا نظرا لتشابهها مع الكثير من ثلاثيات في او الثلاثيات في عقائدهم، يعني كان في ثلاثيات كتير وكان في تثليث وهم تقبلوا ده لان ده موجود عندهم. فلقد كان لكل مدينه هامه في مصر القديمه ثالوث او الثالوث خاص بها او ثالوثها الخاص بها، وكان اهم ثالوث ذاك يعني الوقت ده بأوزوريس وأوزيس وابنهما حورس، إزيس وأوزوريس وحورس، أو أوزوريس وإزيس وحورس، كما أن قيامة أوزوريس من الموت كانت شبيهة بقيامة المسيح من القبر. مش عارف إيه تعليقك على الكلام ده؟ مراجع مسيحية، أنت طلبت عايز مرجع، إحنا نجيب لك مراجع. وجاءت سورة العذراء مريم والطفل المسيح لتذكر المصريين أيضا بصورة إيزيس وابنها حورس، والواقع أن التصوير الباكر للعذراء في الفن القبطي كان مماثلا لصورة إيزيس لصورة إيزيس وابنها وهي ترضع الطفل حورس، وقد ظل هذا التمثال ملامحا ثابتا في الأيقونات القبطية. طيب الكلام ده بيؤكد أن في ثالوث، وان المسيحيه لما دخلت مصر بدات تاخد من الصوره دي. طب احنا دلوقتي قدامنا صوره للسيده مريم حسب ايمان المسيحيين يعني من كتاب العذراء مريم في اوتوكوس للاب متى المسكين، اول صفحه في الكتاب او تاني صفحه. الصوره دي موجوده في يعني موجوده لايزيس وحورس، وهي الصوره قدامنا تماثيل فرعونيه قديمه بتمثل صوره نفس الصوره ونفس القعده ونفس الموقف بالظبط. طيب ناخد مرجع كمان وهو كتاب مهم جدا اسمه تاريخ الأمة القبطية، هو تأليف لجنة التاريخ القبطي بوزارة المعارف العمومية، الجزء الثاني صفحة 21 و22 بيقول: وكان التثليث أي تمثيل الإله بشكل ثلاثة أقانيم محور الديانة المصرية، فكان عندهم جملة ثواليث لكل مدينة هم ثالوث خاص بها. يبقى إذن الثالوث كان موجود قبل المسيحية. إل بيتشر في كتاب تاريخ الأمة القبطية صفحة 5، الكتاب ده يعني موجود على النت ممكن أي حد يجيبه، بتقول الآتي: نعم إن كثيرين من الكهنة والخواص كانوا لا يزالون يعتقدون بإله واحد في ثلاثة أقانيم، وإنه الفاعل لكل خير، وانه وان بقيه الالهه ليست الا عباره رمز عن مظاهره وتجلياته المتعدده. الكلام اللي احنا سمعناه ده بيؤكد ان الثالوث كان موجود في الديانه المصريه القديمه. طيب انا عايز الجميع يركز معايا دلوقتي، اقول كلام مهم. الثالوث مش موجود في الكتاب المقدس، والكلام ده احنا استعرضناه من قبل في حلقه الخاصه بالثالوث على قناة المخلص أيضا. مش موجود في الكتاب المقدس، جميل. مش موجود في اليهودية وإيمان كل يهودي، ومش موجود في الكتاب المقدس، ومش موجود في العهد الجديد، المسيح لم ينادي به، تلاميذ المسيح لم ينادوا به على الإطلاق، ولا حتى بولس، لا متى ولا مرقس ولا لوقا ولا بولس ولا بطرس ولا يوحنا أو كاتب الرسائل يعني اللي هو يوحنا حسب إيمان النصارى، وإن شاء الله هنتكلم في الموضوع ده فيما بعد، ولا يهوذا ولا يعقوب
ولا يوحنا الشيخ تكلموا عن شيء اسمه ثالوث على الإطلاق. طيب مش موجود عند اليهود، مش موجود عند النصارى، المسيح لم ينادي به ولا التلاميذ، كان موجود في الأديان الوثنية، وأغلب أباء الكنيسة اللي وضعوا قوانين الإيمان للمسيحية كان أصولهم وثنية. هقول تاني، مش موجود في اليهودية والمسيحية، مش موجود في الكتاب المقدس جملة وتفصيلا، يعني ما فيش لا تصريح ولا حتى كلام ضمني عن الثالوث. جميل جدا، موجود في الأديان الوثنية، وأباء الكنيسة اللي وضعوا قانون الإيمان كان أصولهم وثنية، يبقى جابوه منين؟ طبيعي جدا. وعلماء المسيحية بيعترفوا ان في حاجات دخلت في المسيحية من البيئة المحيطة للمكان اللي كانوا موجودين فيه، زي مصر. جابوا منين الصورة والمسيح وهو بيتردع؟ منين؟ من إزيس وابنها. يبقى اذا في حصل هات وخد، يعني خدوا حاجات من الوثنية. ليه ما نقولش ان الاباء دول اصولهم وثنية، كانوا مؤمنين بالثالوث، دخلوا المسيحية، دخلوا الثالوث معه، لان هو مش موجود في الكتاب المقدس، جابوه منين؟ ده شيء طبيعي جدا، لان اصولهم كانت وثنية. اغلب اباء الكنيسة، انا مش هقول كلهم، لان مثلا واحد زي اورجانوس ما كانش اصله مسيح، ما كانش اصله وثني، كان ابوه وامه نصارى. طيب اغلب اباء الكنيسة كان اصولهم وثنية، يبقى جابوا الكلام ده منين؟ ده كلام مهم انا اتمنى ان كل واحد مسيحي يفكر فيه. طبعا احنا تكلمنا عن نقطة واحدة في ديانة واحدة، يعني نقطة في ديانة. احنا ان شاء الله ربنا ييسر ونكون يعني يا رب قدمنا مادة كويسة لكل واحد بيفهم، لكل واحد بيسمع ويفهم الكلام اللي بيسمعه. مش كل واحد بيسمع وخلاص، اللي بيسمع كتير قوي، لكن المهم اللي يفهم او من يفهم ما يسمعه. اتكلمنا النهاردة عن نقاط مهمة. انا احب قبل ما اقفل الحلقة النهاردة اسمع تسجيل خطير جدا للانبا يؤنس اسقف الغربية في الكنيسة المصرية، بيتكلم عن الديانة المصرية القديمة. التسجيل ممكن يكون طويل شوية لكن نسمعه ونرجع لكم تاني، واتمنى ان كل واحد يركز في التسجيل ده. انا مش هعلق عليه لكن اتمنى يكون ليكم انتم التعليق، ليكم انتم ومع نفسكم. نسمع التسجيل. الطبيعتان الإلهية والإنسانية المتحدتان في شخص يسوع المسيح ربنا لهما ما يعادلهما في شخص أوزوريس الذي كان إلها وإنسان. وليس هذا فحسب، بل إن كل الفراعنة كانوا بشرا متألهين. فكرة الثالوث القدوس في المسيحية، فكرة الثالوث لم تكن جديدة على المصر القديم، فلقد كان يعرف عقائد لأكثر من ثالوث في ديانته. كان لكل مدينة هامة في مصر القديمة نوع من الثالوث، كان أشهرها ثالوث أوزوريس وإيزيس وحور ابنهما حور. كانت قيامة أوزوريس من الموت في الأسطورة بتاعته إنه مات وقام، كانت قيامة أوزوريس من الموت في أسطورته تحمل المصري القديم على قبول عقيدة قيامة المسيح من بين الأموات، حاجة مش غريبة عليه. كما أن إيزيس وابنها حور تقرب إليه أمومة العذراء مريم للطفل يسوع. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن التصوير القديم القبطي لمريم العذراء ليس سوى نسخة طبق الأصل لإيزيس وهي ترضع طفلها حور. وغدت هذه من ملامح فن الإيقونات القبط. قصة البشارة وحلول الروح القدس على العذراء مريم والميلاد المعجزي للرب يسوع منها، هذه ايضا لم تكن جديدة على العقل المصري القديم. ففي الاساطير المصرية القديمة ان بقرة بكرا ولدت الاله ابي بعد ان نفخ فيها بتاع اله الخلق روحه المقدس.
السورة بتقول كده. كما توجد أمثلة أخرى في قصة في التاريخ المصري القديم عن واحد اسمه حور محب، حبل به من روح الإله أمون وولد من عذراء. موضوع أو عقيدة العقيدة المسيحية الحياة بعد الموت، وهي عقيدة أساسية في التعليم المسيحي، هي نفسها جوهر الفكر المصري القديم وعامل حيوي في تطور الحضارة المصرية القديمة. نقطة أخرى في المعتقدات المصرية القديمة التماثل اللي بين علامة الصليب وعلامة الأنف المصرية. عارفين علامة الأنف؟ علامة الحياة، عبارة عن كده وكده ومن فوق كده شكل بيضاوي. دي كانت تشير للحياة الأبدية، عشان كده كان الخالدون كالآلهة والفراعنة يحملونها في أيديهم. خلود أنت حياة كل ابن، وما زال هذا واضح في الرسوم والنقوش في التماثيل. وقد استخدم المسيحيون علامة الأنخ نفسها، علامة الأنخ نفسها الفرعونية، في أشياء كثيرة منذ صدر المسيحية فيه. ومن الأمور المؤكدة أن الأقباط بعد اعتناقهم المسيحية استعملوا هذه العلامة، علامة الأنخ وعلامة الحياة، كرمزهم المسيحي منذ وقت كبر. زي ما سمعنا كلام الأنبا يؤنس، الكلام الخطير اللي أتمنى الرشيد ومن خلفه يكونوا سمعوه، عشان ما حدش بعد كده يجي يقول فين المراجع. احنا في الحلقة النهاردة قدمنا 1 من 100 من اللي عندنا في موضوع الوثنية، 1 من 100 من اللي عندنا في موضوع الوثنية، وعندنا كتير الحمد لله، الحمد لله بفضل الله. احنا أقوياء بديننا وبإسلامنا. انت طلبت مرجع، حقك عندي مرجع واحد، انا جبت لك ولغيرك مراجع كتير. نسمع التسجيل وانت بتطلب مرجع واحد ونرجع لكم. حضرتك العبادات الوثنية من قبل يسوع مش بعد يسوع، والقصة معخوذة من العبادات الوثنية. طيب عندك اي مرجع يثبت انه فعلا الامور دي كانت قبل المسيح؟ طيب عندك اي مرجع يثبت انه فعلا الامور دي كانت قبل المسيح؟ طيب عندك اي مرجع يثبت انه فعلا الامور دي كانت قبل المسيح؟ عندي. ايه هو؟ عندي ان كريشنا صلب قبل المسيح وكان مولود بام من غير اب. طيب مين امه؟ طلبت مرجع، حقك وصل لك، جبت لك اكتر من مرجع، مش ليك، للمسيحيين اللي عايزين يقراوا. وكل واحد مسيحي يرجع للمراجع دي، احنا نزلناها لكم صور، احنا بنكذب، انزلوا هاتوها، انزلوا هاتوا المراجع دي وشوفونا احنا بندلس ولا لا. احنا في قناة المخلص بنتكلم بحقائق امامكم، لا بندلس فيها ولا بنكذب ولا اي شيء، والحمد لله محدش مسك اي شيء بنكذب فيه، لان احنا الحمد لله بنقول حقائق. في الاسلام بنرد على الشبهات، في المسيحية بنبين لكم حقيقة ما تؤمنون به. لسه شايفين الحلقة بتاعت الاستاذ ابو عمر الباحث، مطلع زكريا بطرس بيتكلم عن قصة يعفور، اللي كل واحد يقولك انت يعفور انت يعفور، القصة يقولك دي موجودة في 15 مرجع، 14 مرجع منهم بيقولوا ان دي قصة موضوعة ومكذوبة، بيقول ان دي قصة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنثبت بالحقائق انكم انتوا اللي بتكذبوا وانتوا اللي بتدلسوا، لكن بتتهمونا احنا بالتدليس. ليه؟ لان ده مرض عندكم وعايزين تلصقوه بينا، لكن احنا الحمد لله افضل منكم، احنا الحمد لله احسن منكم. في قناة المخلص نتحدى اي شخص يجيب شبهة في الاسلام ليس لها اجابة،
وزي ما ردينا على حلقاتكم في الرد على الشيخ الزغبي اللي اتفضحتوا فيها وما قدرتوش تكملوها ولا قدرتوا تردوا على باقي الحلقات اللي انت يا رشيد قلت انك انت هترد على كل حلقات الشيخ الزغبي، ما ردتش ليه؟ ما قدرتش؟ عرفت ان كل كلام الشيخ الزغبي صح بعد ما احنا فضحناكم صح؟ اتمنى ان انت ترجع عن الكلام ده وتقول ان الشيخ الزغبي صادق فيما قاله، لان كل كلامه من المراجع المسيحية. والاستاذ وحيد لما طلع يتكلم ويقول الشيخ الزغبي لم يخرج لنا بمرجع واحد، مين اللي قال كده؟ الشيخ الزغبي طالع بعشرات المراجع، صح؟ صح يا استاذ ونيس، قصدي صح يا استاذ وحيد. اتمنى ان كل واحد يسمع الحلقات دي ويراجع ورايا الكلام اللي انا قلته. ويعني بالنسبه للوثنيه، صدق الله عز وجل في قوله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. اي شخص شايف ان هو يقدر يرد على الكلام ده اهلا بيبعت لنا او يدخل غرفة المسيح جيسوس اند محمد في البلتوك، وان شاء الله هنكون متواجدين 24 ساعة لاي شخص عنده سؤال في الاسلام او المسيحية، ونتحدى اي شخص في مناظرة في الاسلام والمسيحية في الغرفة هناك. ربنا يتقبل منا ومنكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.